الفنانة من دول أول ما تتجوز ولا ترتبط تغرقنا بصورها مع سعيد الحظ ورايحين جايين سوا وحفلات ومهرجانات وهيصة، وفجأة يختفي سعيد الحظ وتتمسح صوره من كل مكان وما يبقوش عاوزين حد يعرف هو إيه اللي حصل، بس إحنا بنبقى عارفين. فنانات كتير اتعرضوا للانفصال الفترة اللي فاتت بس بيخافوا يقولوا علشان الدوشة والصداع والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، بيعملوا عن فولو ويمسحوا الصور من على انستجرام وخلاص كده المهمة خلصت ونخش على اللي بعده. زي الفنانة بشرة اللي بعد أقل من سنتين اختفى جوزها سالم هيكل من الوجود وشالت كل صوره من على انستجرام وقالت لناس قليلة جدا ان هما تقريبا شبه منفصلين، بس هما مش عاوزين يقولوا علشان الدوشة والجرايد بقى والمواقع هتصدعهم وتتدخل في حياتهم، وهي دلوقتي بتحاول تركز. بشرة الفترة اللي فاتت مركزة في شغلها وبس، بعد ما اتلغى مهرجان الجونة بقت عاوزة تعمل افلام وترجع تغني ونزلت كليبات ورقصت واستعرضت كل ده، وحبيب القلب القديم مختفي حتى لما تألقت في مهرجان البحر الأحمر ما ظهرش معاها خالص. زيها بالظبط الفنانة نجلاء بدر اللي من بعد مهرجان القاهرة للدراما جوزها برضو اختفى من الوجود، ظهر معاها قدام الكاميرات وعلى ريد كاربت يومها ومن بعدها محدش شافه تاني، وبرضو مسحت كل صورة من على الانستجرام ولما رجليها اتكسرت ما جابتش سيرته ولا وقف جنبها، وبصراحة هي يومها ما كانتش طايقة شكله كده، غلط غلطة كبيرة بعد ما كانت بتدافع دايما عنه وبتقول عليه ياما هنا وياما هناك. ظاهرة الطلاق بين الفنانات بقت كتيرة السنة دي، بس عندنا أسامي كان انفصالها صدمة زي أيتن عامر اللي سابت أبو العيال مدير التصوير محمد عز العرب، ومن ساعتها وهي مقضياها بين السعودية ومصر والكويت ودبي ما خلتش، ولحد النهاردة أيتن عامر ما جابتش سيرة الموضوع علنا سايبة الناس تتكلم، وأختها وفاء عامر تأكد بس هي مركزة في حتة تانية خالص غنى وتمثيل وسفريات وبس. زيها برضو نسرين طافش اللي محدش عارف اتجوزت في ايه واتطلقت في ايه، فجأة كانت بتعيش قصة حب مولعة في الدرة مع دكتور الطاقة بتاعها وتقريبا كده فجأة الطاقة خلصت وانفصلوا خلال أقل من شهرين عن الجوازة السريعة دي، وهي ولا فرقة معاها كأنه مجاش. وطبعا الفنانة هالة صدقي اللي المحكمة خلصتها أخيرا من أبو توأمها اللي فضحها وعمل لها مشاكل كتير جدا وعلشان تتطلق منه صبرت لما هو غير الملة بتاعته، مشاكل كده في جواز المسيحيين بقت منتشرة كتير الفترة اللي فاتت، دي حالات واضحة ومش بتخبي ولا بتداري قوي. لكن في فنانات بقى محدش بيعرف بيلحقوا يتجوزوا امتى ولا يتطلقوا امتى، زي دول شاهين اللي قالت ان جوزها الاول والتاني الاتنين خانوها، مش فاهمين ازاي يعني، بس ما قالتش انها اتجوزت تاني من بعدهم، وبالنسبة لها الموضوع ببساطة ورقة جواز ووقت حلو وانفصال سريع علشان المصلحة تمشي وكده يعني.